ولانا دار انشغل ما طالبنا اولا النقطه الاولى الاكتتاب، معناها ان احنا مجموعه اكثريتها كامله شباب وكلها عنده مستوى ما هو بسيط، وهون حقوقنا ما نجابرينهم لا من عند البركه ولا من عند المنسق، من عند الشركه مع البركه. اليوم اللي نطالبوا ما لنا دايرين شيء غير حقوقنا نجبروهم. عام اللي فيها 5 سنوات 5 الكلي وراني لك سايق في لزين دا سلمة ونعدل من يوم بدات لا نوكراسيون دا لزين دا سلمة اللي دون كان صادو انا سيدي قدروه ما قطيش برطا نهار نهار واحد دربو يعرفها كل حد يعرفها كل الرقاد ولا قط سولت عليه ما قطعت نهار وفات عليا ذم المدراء كان كلها يمر علينا ويقول له نعدل لكم نعدل لكم لا قطع عدل نسب. اليوم احنا ندور لا حقوقنا ما انا معتدين على شيء ولا انا قايل شيء خاص لحد الى عادت البركه تلبينا مطالبنا كما انزل اللي طلبناهم على الصفه واضحه تعدل هنا واحنا مستعدين للتفاوض ما هم عدلين هنا احنا لا انتم متابعين اضرابنا الى الحد اسوء علينا بل من الحد.